أحمد بحنايك مستشار جماعي بمدينة القنيطرة ورئيس لجنة التعمير والتنمية المجالية والمحافظة على البيئة. وهي ما فيها لا سر لا حتى حاجة، ببساطة لأن دور المستشار هو دور عمل اللي كيكون ميداني، ماشي عمل شفوي، ماشي باش غير ديال بلا بلا. لقيت اللي ملي سالات الدوره ديال فبراير ما بين الدورتين، فانا رحت انا واخا انا ناجح بوحدي في حزب الانصاف، تحملت المسؤوليه ومشيت كبحت جميع الوسائل اللي ممكن تحط في الدوره ديال ماي، وبدو نفس الشيء غنديرو حتى في الدوره المقبله ان شاء الله ديال اكتوبر، او حتى في الدورات اذا كانت شي دورات استثنائيه. وبالتالي كان السبق ان كنحطينا واحد بحزب الانصاف، حطينا 12 سؤال، وجات الجلسه الاولى ديال الافتتاح كلها مجرد كنناقش ان الاسئله ديالتي انا هي اللي كيجاوبوا عليها، لذلك سميت دوره سميتي انا، وكان لي الشرف انني كندخلوا للتاريخ بهذه الصفه هذه. مع الاسف انه في المدينه كنبقاو كنسجلوا دائما غياب ديال الاخوان اللي حتى انا معاهم في المعارضه وكننتمي لسميتو، الغياب ديالهم في الجلسه الاولى. الحمد لله اكتمل النصاب القانوني وتفتحت في يومها الاول كما كان المقرر له الجمعه الاولى. داس الامور هما كان غياب الاغلبيه الاخوان المعارضه، وداس الامور بسلاسه بواحد صوره حضاريه، كاين اسئله كاين اجوبه كاين احترام متبادل كاين كل شيء، كان ما كانش لدرجه ان ما حسيناش ان كاينه دوره ولا كاينه سميتو، وكانت الامور غاديه في واحد الصوره. الجمعه ديال الفائته الجلسه الثانيه اللي فيها بعض الشراكات وفيها امور نقاط اخرين، هذه كان غبت عليها لاسباب شخصيه، وبالتالي كنشوفوا فيها هناك مشادات مشاحنات ما بين بعض الاعضاء المعارضه وبعض الموظفين، شنا كلام هناك يعني وصلت لواحد الدرجه ديال الاحتقان ما كانش غير مسبوق، لا يشرف المدينه القنيطره بصله، كيختموها ببعض المغالطات كدوز للراي العام على اساس انهم راهم هما اللي حطوا بعض النقاط ولا ديال لانه راه كان الترافع ديالهم هما الترافع ديالهم، فهنا كاين مغالطات اللي خصنا ندليو بها بصراحه. كما كنا كنتمناو انه هاد الشباب اللي غادي يطلع واللي غادي يكونوا في المستوى المطلوب ديال مدينه القنيطره، فاذا بنا كنشوفوهم حتى هما نفس الشيء كيعلقوا شماعتهم على بعض الاخطاء ديال واحد ديال تصرفات الرئيس وديال تصرفات بعض الاعضاء اللي صافي. المكتب تشكل، مدينه 61 تختارت منها 11 الناس او 13 الناس، منها الرئيس و10 النواب ديالو وجوج ديال الكاتب والنائب ديالو وبعض الخمسه ديال اللجان، صافي انا نخليو العجله تدور في اللي ما فيه الصالح ديال المدينه، ماشي الدوره الاولى ما نجيوش باش ما يتصابش النصاب القانوني، وانت عارف انه الدوره الثانيه ما غادي تجيش، الثالثه بما انحضر دونك انت غتجي في الثالثه، دونك كتضيع علينا جوج الاسابيع ذهابا منثوره، ومني تجي نبداو عاود ثاني في المشادات الكلاميه الفارغه التي لم عندها حتى شي اساس من الصحه بعض الاحيان. فاحنا ما كنقولوش ان الرئيس راه لي بارفي، الرئيس حتى هو عنده اخطاء ديالو، حتى هما لا اخطاء يكون عندهم اخطاء، فكان بالاحرى اننا نكونوا عقلاء ونكونوا عند حسن الظن ديال الساكنه اللي حطات فينا الثقه ديالتها وصوتت علينا وصيفطتنا، نكونوا في المستوى المطلوب ونعطيو واحد المنتوج اللي هو منتوج كيشرف المدينه وكيشرفنا حتى حنا، ونزيدوا بالمدينه لقدام، لا داعي لا باش نديروا ذاك العصاف الرويضه كما كيقولوا. كاينه نقطه بعدا في هذه البدات اللي تكلموا عليها بعض الاخوان في الترافع ديالهم، كيقولوا انهم هما اللي دوزوا ديك النقطه ديال جدول الاعمال ديال جدول ديال الجمعيات، فهذه نقطه كانت اساسيه عندنا. السؤال الخامس بالنسبه كتابيا ماشي شفويا، لان مشكل باش نتكلموا على الشفوي وحنا مثلا وحنا كاين الكتابي. السؤال كيقول بالحرف: لقد تم خلال الدوره السابقه في فبراير عقد اتفاقيه عده اتفاقيات شراكات مع مجمعيات المجتمع المدني بهدف دعمهم من طرف دعم مادي من طرف مجلسنا الموقر بمبالغ ماليه مهمه، دون تحديد بهذه النقطه بالضبط التحديد وتقنين شروط الاستفاده. هذا التحديد وتقنين شروط الاستفاده
كان سؤال اللي الحمد لله الاخوان في اللجنه ديال الاجتماعيه مشاو تدارسوا وجلسوا وجلسنا معاهم وشلنا معاهم حتى حنا داك الكامفا اللي غادي تحط للجمعيات، وهو اللي تقدم بفي الدوره هذه. فلا داعي باش المغالطات اننا راه الترافعات الشفويه راح نثبتوا، لان الا جينا نتكلموا بالترافعات الشفويه فهناك كيقول ان بعض المغالطات كتقول انه الرئيس ما كيسمع لناش والرئيس ما كيعطيناش والرئيس ما كيعطيناش، وفي حين مره اخرى كيقول انه بناء على الترافعات ديالنا دار واحد المسؤول. ما هذه ماشي واش غير نزقاو على كلمه واحده، واش الرئيس معنا ولا ما معناش، واش كيتصنط لينا كان كيتصنط لينا راه حنا كنترافعوا شفويا وغنكتبوا حنا راه حنا الا ما كانش كيتصنط فنكتب ليه وديك الساعه يجاوبني ونجيب كتابيا ونتكلم مع الساكنه بواحد بما هو ملموس بما هو مكتوب وليس شفويا من اجل تمرير المغالطات اللي هي لا تمت للواقع بصله، وانها كانت مجرد باش نتكلموا في السياسه ولا السياسويه من اشعاع الناس سميتو لغرض في نفس يعقوب. احنا الحمد لله انا ليا الشرف انه كان تم الاختيار ديالي من طرف الرئيس، لان اللجنه واضحه كيفيه الاختيار ديالها واضح. تتكون اللجنه من المساواه والتكافؤ الفرص ومقاربه النوع، هذه الماده 71 اللي كنقرا، من شخصيات تنتمي الى جمعيات محليه وفعاليات المجتمع المدني يقترحهم رئيس المجلس. احنا نبقاو في هذه النقطه، يقترحهم هذا الشيء اللي غنخدموا عليه كله، فالقانون الداخلي ديالنا كمجلس يعطي الصلاحيات لاقتراح للرئيس لاقتراحها باش ما نبقاوش نجيوش عندي انا ولا عند واحد اخر. هذه الماده 72 كتقول انه باعتبار اعضاء الهيئه باعتبارهم اهميه النسيج الجمعوي والفاعلين المحليين بالتشاور معهم، هذا غير مجرد للتشاور باش ما نعطيوش مغالطات انه راه كاين اللي كيقول وظف ولا كيقول دار ولا ما فعل، باش نوقفوا على النقاط اللي هي فعلا اللي كاينه الكلمات في ما سميتو. ثم تاخذ بعين الاعتبار هذه اللجنه شنو كتاخذ بعين الاعتبار في الماده 73 المعايير التاليه: مقاربه النوع يتم تخصيص نسبه 40% للنساء على الاقل، ثم تحديد نسبه لكل الفئات المستهدفة: أشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، أطفال مسنون، مكانة والسمعة داخل المجتمع المدني المحلي، ثم التجربة في ميدان التنمية البشرية والخبرة في مجال النوع الاجتماعي والتنوع المهني والارتباط بالجماعة. هذه نقاط كان راعيناها كلنا كهيئة. فكما قلنا سبق أنه أنا اختيار ديالنا حنا للرئيس اختار، هو شاف أنه استاد الناس ودار من عنده الرأس، ولو أنه كالصلاحيات كتعطيه اقترح باش ما نجيوش نطاولوا على شي حاجه ماشي ديالنا، ودار لجنه مؤقته اللي هي اختارني انا، ودار الرئيس ديالها هو الحسين مفتي، كانت معنا الاستاذه جاريه السي ربيع شهاب ولمياء النهاري وحتى وسناء ابو شكوى. يعني اختار مقاربه النوع على جميع الاطراف، ثلاثه الرجال، ثلاثه العيالات، ثلاثه في المعارضه، ثلاثه في الاغلبيه. يعني كان واحد الصور اللي عطى انا عجبتني التشكيله بصراحه، لان وكنتكلموا بالواقع. اجتمعنا كلجنة حطينا الملفات، لقينا 125 طلب تقريبا ما بين الجمعيات وما بين الاشخاص الذاتيين، فيها كفاءات لان القدرات الحمد لله مليئه بالابناء ديالها، عامره بالكفاءات ديالها، فيها كفاءات يصعب على اي واحد غيتحط في ذاك الموقع انه يقصي شي حد باش نكونوا واضحين، الا اللي ما كنعرفوهش، اللي كنعرفوهم ما يمكنش سميتو. بدينا العزل، بدينا العزل حتى وصلت للنقطه اللي هي افاضت الكاس انها كثرت الجدال ديالها، وانه وصلنا لعبد الابن ديالي اللي سميتو النقطه ديالته. فهنا بلا ما يتكلم سميتو كان الرئيس واضح، كنا متفقين معنا ملي غنوصلوا عند ابن منين غنخرج انا باش كل واحد ياخذ الحريه ديالته ويتكلم كما بغاو. بقاو خمسه تكلموا، انا والله ما سولت شنو قالوا، ما عرفتهم. المهم بيناتهم دخلت كنشوف انه راه محطوط في الثانيه ولا شنو، ما عنده غرض، انا ما سولتش لان ما كيهمنيش. انا الابن ديالي كنعرفه حق المعرفه، وكنعرف المستوى ديالو، وكنعرف المكانه ديالته داخل المجتمع المدني ولا داكشي اللي كيديروا. فاحنا داكشي اللي كيدار للناس، ما كيدارش باش لغرض في نفسي، ما كيدارش لغرض مادي ربحي باش غادي نكونوا هادي. بالخصوص ملي كنتكلموا هنا، فاذا بينا كنجيو كنقولوا انه داروا انا هو كان معنا ربيع حضر فبالاحرى كان غادي يتكلم مع الاصدقاء ديالو، غيقول لهم اودي راه ما حضرش، راه خرج
ورحنا تم الاختيار، وحتى داكشي اللي رفعنا للرئيس، الرئيس رفعنا له ما رفعناش لولدي، ما كاينش. فهذا بيناتهم تم ترفع لولدي في الضعف الثاني، والرئيس تصرف، لان رفعنا 22 21 مرة، ورفعنا 22 راجل اولا شحال اللي حطينا له. فهو خدا الصلاحيات ديالته وصلح اللي غايصلح، فهذا ما هو اللي كيعرف شنو شنو كيدير. لا داعي للمغالطات، انه واحد دار ولده ولا وحده دارت باها ولا هذه، هذه مغالطات اللي لا تسمن ولا تغني من جوع، مجرد الفضفضه، الكلام الفارغ، فاش باش نطعنوا في بعض الناس اللي هما فعلا حنا خدمنا بواحد الامانه وبواحد الشرف. كان اولى بهم انهم يتكلموا لنا على دوك الناس اللي فعلا واش اختارنا شي واحد ما غير كفء. ما نتكلموش على انه يجي يتكلم واحد اللي حنا كنا كنحسبوه تبارك الله من الشباب المتميز اللي عندهم باع في العمل الجمعوي، وما يفرقش ما بين وظف، ما بين الوظيفه وما بين العمل. فهذا شويه سميتو، هذا عمل اللجنه هو عمل خيري تطوعي ليس وظيفي، لان ملي كتمرر للراي العام وظف ولدو، فيعني بحال راه خدمناه في واحد العمل اللي وجدناه، لان غادي تقاضى واحد الاجر، لان هذاك الولد راه ماشي 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 وظيفه هذه. فهذا عمل تطوعي، ولا ما يمكنش نحرموا واحد الشاب من انه بغى يخدم بلاده. فتقدم الترشيح بحاله بحال الناس، وانا ما هزيتوش، وهو حاضر انني ما هزيتوش. وحتى دوك الاخوان اللي بالعكس في اللجنه كنا كنتصنتوا ليه هو بزاف اكثر من اي واحد، لانه بحكم الارتباط ديالو مع في العمل ديالو اليومي مع الجمعيات، فكنا كنسولوه هو. فالاغلبيه اللي تحطات بتاييد من ربيع، وكانت التزكيه ديالتنا كاملين، واللي تقصرت تقصى من طرف، لانه كيقول لك اودي انا هذا ما كنعرفوش او لا هذا ناقص او لا شي حاجه بحال هكا، باش حطينا سميتو. فلا داعي باش ندوزوا مغالطات لبعض الشباب نقولوا لهم لا راه اختاروا ولادهم وباش ما اختاركمش انتم. فواحد فرض من 41 راه ما يمكنش، اللي راه تحطات 125 تحطات واحد تهزات 41، فما نتكلموش على الكفاءات. الكفاءات الا كان انا كنت كنتسنى منهم يقولوا لي اودي راه هذاك الابن اللي حطيتي راه غير كفء، فما تكلموش عليه ما غنتكلموش عليه، بلا باش ما نديروش ليه حتى حنا الاشهار، لان حنا عارفين، انا عارف شنو عندي في الولاد ديالي، وعارف شنو كان شنو كيسواو، والمدينه راه كيتعاملوا معاها وكيعرفوهم شنو كيدير، بغض النظر عليا انا كاب في اللجنه ولا ماشي في اللجنه، باش ما نربطوش واحد الحاجه نقولوها لا نحرموا واحد المدينه من واحد الشاب عنده اقتراحات ولا عنده طموح وكيخدم هذه سنوات في العمل الجمعوي وفي العمل السياسي، ويجي في اخر لحظه ويقول حق راه داروا. فانا ما كيشرفنيش ندير ولدي بعدا، باش نكون واضحين، اللي يكون جات المديار ما نديروش. شوف انا انسان خدمت ما فيه الكفايه في التجربه في المجال الجمعوي وفي المجال السياسي وفي المجال النقابي. فمن باب الوصول ديالي لهذا المنصب ديال المستشار الجماعي، فهو الوصول ديالو بحد ذاته لخدمه المواطنين. وانا غنتحدى اي واحد يقول عيطت ليا في التليفون وما خدمتش معاه، كان في المعارضه ولا كان في الاغلبيه. انا في المعارضه ولا في الاغلبيه، فهذا كان انا من الناس اللي ما صوتتش على الرئيس، وبالتالي فانا كنترأس رئيس لجنه المعارضه اللي هي لجنه التعمير والتنميه المجاليه والمحافظه على البيئه. هذه الصفه ديالتي، ولكني انني انا نجلس مع الرئيس، نتعاون انا والرئيس، نخدم مع الرئيس، فانا كنخدم مدينتي. وإلا شت الرئيس كيخدم المدينه راه غادي نناصرو، وإلا ما كيخدمش راه غادي نصوت ضده. فهذا هو الدور ديالي انا، ماشي الدور ديالي ندير المعارضه من اجل المعارضه، باش نطلب من الرئيس باش يحيد واحد الانسان، نقول له لا حيد هذا، راه بغيت انا بلاصه هذا، ولا ندير العصا في الرويضه، ولا ما نجيش. انا انتم كتلاحظوا انه جميع الدورات ما كنغيبش عليها، وجي في النصاب القانوني كنكون حاضر باش نكملوا النصاب القانوني، لان خاصه تنطلق الدوره. فاحنا كنتسناو ديك الدوره بفارغ الصبر، فاذا بينا كنلقاو ان الاخوان سميتو في المعارضه كينسحبوا ما كيجيوش، باش نعطلونا ثلاثه الاسابيع.